وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفية الفلسطينية اللواء أبو رميلة. أهلا ومرحبا بك. أنباء عن اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم، هل من معلومات أكثر حول هذا الاقتحام؟ نعم، يعني صباح اليوم وأيضا بعد ظهر اليوم اقتحم أكثر من 97 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأعداد الكبيرة من حيث الاقتحامات اليوم جاءت بعد قيام منظمات ما يسمى الهيكل المسلول، خاصة جماعة الشباب من أجل الهيكل، بالقيام بحشد عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لتشجيع المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى اليوم بأعداد كبيرة. خلال الاقتحام يعني تلقى المستوطنين شروحات حول ما يسمى الهيكل المسلول، خاصة في منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وأيضا في منطقة تلة باب الرحمة التي تمنع هناك المصلين من البقاء خلال تواجد المستوطنين داخل المسجد الأقصى. أيضا حاول استفزاز المصلين من خلال تصويرهم بهواتفهم الشخصية، خاصة المرابطين الذين كانوا يجلسون بقرب المصلى القدسي داخل المسجد الأقصى المبارك. بعد الانتهاء من اقتحام المستوطنين وخلال خروجهم من باب السلسلة، قاموا بالرقص هناك وأداء طقوس وصلوات تلبية على باب المسجد الأقصى من الخارج. طيب. والحراس أيضا يعني قبل قليل، يعني قبل دقائق فقط، شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال فتاة مقدسية خلال خروجها من منطقة باب الأقصى. لا تعتقدين أن الكيان الصهيوني تجاوز مرحلة التقسيم المكاني والزماني بحيث تكررت هذه الاقتحامات في الفترة الأخيرة؟ يعني بما تفسرون ذلك؟ نعم، يعني بالنسبة للتقسيم الزماني والمكاني، يعني بالتأكيد المقتصدون لن يرضوا بهذا الموضوع، بهذا الأمر، فيما أن التقسيم الزماني يعني عدم دخول المستوطنين بشكل نهائي خلال اقتحامات المستوطنين، ولكن في طبيعة الحال المستوطنون المسلمون يستطيعون دخول المسجد الأقصى خلال الاقتحامات. أما يعني بالنسبة لموضوع التقسيم الزماني المكاني، فهو يعني بأنه يسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى في أي وقت يريدون فيه وأداء صلوات في المسجد الذي يريدون فيه، ولكن يعني الحراس وأيضا الأوقاف لم تسمح ولم تسمح، وأيضا المصلون أيضا حتى اللحظة يعني لم يسمحوا للمستوطنين ولا يستطيع المستوطنون أصلا الدخول إلى المسجد الأقصى إلا في أوقات معينة فقط يسمح لهم بها عن طريق فتح باب المغاربة، وهي فترة الصبح وفترة ما بعد الظهر. ولكن في حال تم تقسيم المسجد الأقصى زماني ومكاني، فبذلك يعني هم سيستطيعون في كل زمان ومكان دخول المسجد الأقصى، وهو ما لم يسمح له المقتصدون والمصلون. وأيضا يعني معركة البوابات الإلكترونية العام الماضي أثبتت. طيب، ما الوسائل الممكنة للوقوف أمام هذه الاقتحامات ومحاولات التقسيم برأيكم؟ نعم، يعني المصلون أو حتى المرابطون يرون بأن الحل الوحيد هو التواجد داخل المسجد الأقصى خلال يعني فترة اقتحامات المستوطنين. طبعا شرطة الاحتلال تقوم بالتضييق على المقدسيين، خاصة خلال دخولها المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات، من خلال يعني اشتراط تسجيل هوياتهم الشخصية قبل الدخول من أجل اعتقال من يحاول صد هذه الاقتحامات، بالإضافة أيضا لسلسلة الإبعادات على المسجد الأقصى التي تم تسليمها ولا زال يتم تسليمها أيضا للمرابطين والمصلون. الحل الوحيد هو التواجد داخل المسجد الأقصى والارتباط به كما خلال يعني فترة اقتحامات المستوطنين. طيب، هذه الاقتحامات تتزامن مع وجود أنباء عن حفريات تحت المسجد الأقصى، هل لديكم أي معلومات عن هذه الحفريات ومدى خطورتها أيضا على المسجد؟ نعم، يعني بالنسبة للحفريات يعني هي منذ يعني عشرات السنين، منذ سنوات طويلة، ولكن بالنسبة للمسجد الأقصى هي فقط موجودة في قرب منطقة باب المغاربة حتى باب السلسلة، غير ذلك يعني تم وقف جميع الحفريات في داخل المسجد أو أسفل المسجد الأقصى المبارك. هناك حفريات خطيرة في منطقة المتحف داخل المسجد الأقصى أو أسفل المسجد الأقصى المبارك، وكانت قد أثرت قبل أكثر من أسبوعين بأن سقط حجر في منطقة باب المغاربة في حائط البراق المراصد للمسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا أمر خطير، سيما أن الحفريات أيضا أثرت على منازل المواطنين في منطقة سلوان، يعني معظم المناطق في وادي حلوة تم إخلائها بفعل يعني الحفريات التي يعني هي تضر ليس فقط المسجد الأقصى وإنما منازل المقدسين داخل البلدة القديمة. الصحفية الفلسطينية لواء أبو رميلة، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك.